اي السعوديه مع اليابان في جده يوم الخميس 7 اكتوبر، وبعدين نلعب مع السعوديه مع الصين ايضا في جده. تعرف لي تعرف يا كابتن حمد ليش خلوها في جده؟ اكيد اعرف. ها اكيد اعرف. اي عشان يسجل الاتحاد السعودي لكره القدم. ارجع يا سيد بالبوستر، ارجع. ايوه ركزوا معنا. ليه مباراه المنتخب مع اليابان ومباراه السعوديه مع الصين وهي الاخطر، ليش يا احمد الفهيد تقام في جده ما اقيمت في الرياض؟ والله ما ادري. يعني تتوقع ايش يعني؟ يعني لو اقيمت في الرياض كم الجمهور؟ اي ما حد بيجيك الا ما حد بيعبي الملعب الا في جده صراحه. ايه عشان الجمهور صحيح. قايلها من غير نفس لاحظ. لا لا والله. بالعكس. وفي بعد كذا نلعب بس ما غثني بالسؤال يعني. ما ذاكرت.